عربي مرزوق مراسل القاهرة حاضر معنا من برلين. عربي أهلا بك معنا. معنى ذلك أن ألمانيا تبرر الأسباب التي أدت إلى الإفراج عما يطلق عليه بهذا القاتل إذا روسيا ساقتها إلى الجمهور الألماني تبريرا لذلك؟ بالتأكيد 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 تامر، هو إفراج مرير. أيضا الوزير المعني بهذا الأمر هو وزير العدل الألماني الذي تتحدث عن هذا الأمر. هناك أزمة تامر في القانون الألماني، قانون العدل هنا في ألمانيا. لا يمكن إفراج عن سجين قاتل من وجهة نظر القضاء الألماني حكم عليه بالفعل بس بالسجن المؤبد. هناك دلائل وصور دامغة بالفعل بناء عليها حكم على هذا السجين الروسي بالسجن المؤبد لأنه قام بقتل معارض شيشاني في حديقة تير جارتن المجاورة للبرلمان الألماني البوندستاغ وأيضا مكتب المستشار الألماني أولاف شولز. يبعدون عن مكان الجريمة ربما أمطارا كبيرة وحكم عليه بالفعل في عام 21 بالسجن المؤبد، ولكن لأسباب قالها وزير العدل الألماني إذا كان السبب هو الإفراج عن حياة مواطنين ألمان آخرين بالطبع سوف نقوم بالإفراج عنه لصالح الحكومة الروسية. ولكن التسريب الموجود هنا الآن تامر بشكل مباشر أن الحكومة الروسية وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اشترط بشكل شخصي حسب ما نشر هنا في ألمانيا بأنه إذا أرادت ألمانيا أن يفرج عن السجين الذي كان متواجد أيضا الألماني الجنسية في روسيا البيضاء، وإذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على الصحفي الموجود في السجون الروسية وأيضا الجندي المارينز الأمريكي الموجود في السجون الروسية، يجب على ألمانيا أن تفرج عن من يعرف بقاتل تير جارتن بشكل شخصي، وكانت توصية شخصية حسب وسائل الإعلام الألمانية من الرئيس الروسي. لذلك شكر الرئيس الأمريكي بايدن المستشار الألماني أولاف شولز بشكل شخصي في مكالمة هاتفية، وحتى في كلمة بايدن ذكر أن هذا هو وقت الحلفاء، الحلفاء يظهرون في هذه الأوقات، لأن وقال أن ألمانيا لم هذه المعلومة في غارة الأهمية. عربي أذكر لك لماذا كنا مع رامي جبر وقال حين سئل جو بايدن هل تواصلت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنني لست في حاجة إلى التواصل معه بهذا الشكل، وأنت هنا تؤكد معلومة تنفي ما صرح به الرجل بأن هناك وسطات وهناك مساحة ضغوط مورست من قبل روسيا وأن روسيا هي من طلبت ذلك وأن ألمانيا انصاعت، وهنا تشكرها الولايات المتحدة على إتمام وإنجاح هذه الصفقة، صحيح؟ بالطبع بالطبع ألمانيا كانت ترفض رفضا قاطعا، وزير العدل الألماني والمستشار الألماني أيضا كانوا يرفضون رفضا قاطعا الإفراج، وحتى القضاة هنا من يتحدثوا فترة طويلة عن عملية الإفراج لأن هذه القضية مستمرة منذ أكثر من 3 سنوات عن الإفراج عن هذا السجين قاتل تير جارتن، كان الأمر مرفوضا بشكل كامل. ولكن عندما عرض الرئيس الروسي الإفراج عن تحديدا من يسمى بريكو كريجر وهو مسعف ألماني كان موجودا في بيلاروسيا، وبيلاروسيا ألقت القبض عليه بتهمة أنه كان يريد القتال في صفوف إحدى الجماعات البيلاروسية التي انضمت للقتال في صفوف أوكرانيا ضد روسيا، وجهت إليه هذه التهمة، قال سنفرج عنه للألمان وسنفرج للأمريكان عن من يريدونه لكن بشرط إفراج عن هذا الشخص. الأمر كان مرفوضا بشكل كامل، ولكن في النهاية تدخل المستشار الألماني أولاف شولز هو أيضا وزير العدل الألماني وقال أنها مقابل حياة 15 شخصا وهناك أيضا ألمان آخرون تم الإفراج عنهم بالفعل في هذه القضية سوف نقوم بالإفراج عن قاتل تير جارتن رغم أن الأمر مريرا جدا. الجميع يتحدث هنا لم يتحدث شخصا في ألمانيا خلال الساعتين الماضيتين عن أي سجين آخر سوى سجين تير جارتن الذي تم الإفراج عنه بشكل مرير حسب كل التصريحات، يتكلمون على المرارة التي أصيب بها الجميع هنا في ألمانيا لشخص كان محكوم عليه بالمؤبد وتم الإفراج عنه وهو يعمل حسب القضاء الألماني في الاستخبارات العسكرية الروسية. شكرا على ما قدمت. هذا هو عربي مرزوق مراسل القاهرة، شكرا يا عربي إذ كنت معنا من برلين.